وفضيلة الشيخ وفقكم الله، روى ابن جرير بإسناد حسن إسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في السبع الأراضين قوله: في كل أرض أناس، وآدم كآدمكم، ونوح كنوحكم، ونبي كنبيكم. فقال البيهقي: إنه شاذ بمرة. فهل صح في الأراضين شيء من ذلك؟ الله أعلم. أقول الله أعلم، أنت عندك العالم اللي عندك تعامل معهم، أما اللي بالأراضين الأخرى خلهم إلى الله عز وجل. نعم.